بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف مباراة خالد غريرة، هذا أنا نصحته يغير المنين. حط سحر كهرب على الأقل استفاد منه، بس استعجل شوي بالبيكا، والآن تورط. الآن تورط والله، من جد تورط. مفروض أوكي، برابرة ممكن أوكي. حلوة حركة الأسهم. هنا البرابرة ما وصلوا، هذه المشكلة. دائما أقول البرابرة صعب يوصلوا. عندنا مشكلة الخصم، تشكيلته شوية خف. أوكي، مرة ثانية لعب البيكا، صراحة غلط 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 كذا. البيكا يروح انتهى بدون أي داعي. والله كذا غلط. نصحت ويشيل المنين، كيف كانت؟ أوكي. المفروض يحط الفرن الجهة اليمين. المفروض شوف كيف. ليش يرمي كرة نار كذا؟ ما أعرف، صدقوني أنا ما أعرف. الآن بيتورط ضد ال أوكي. هذا الخصم صراحة أتعبه أشغله بالبطاقات الخفيفة. المفروض الآن يحط بيك قدام الساحر. حلو، نزل برابرة على الميجانايت. حلو، مشكلة الآن أوكي.
اوكي، 30 ثانية. مفروض يرمي اسهم على الهياكل. لا يا شيخ، لا يا شيخ، لا يا شيخ، كذا مشكلة، كذا مشكلة. تحط الساحر بعيد عن البيك، بعيد عن الساحر، كذا تتورط. من جد هذا رأيي بالبرابرة، يعني أوقات زي ما أشوف مع خالد ما يفيدون، أوقات يعني أوقات، لكنهم يخوفون، يخلون الخصم